يوصلوا مصر بالسلامه ان شاء الله. إن شاء الله. فكنا بنقول ان التشكيل كان خاطئ من البدايه، وهو طبعا كان عنده غيابات كتير جدا، ولكن البدائل كمان لم تكن على نفس المستوى. هو عمل تغييرتين في يعني بدل ما عنده اماكن فيها مشاكل بدل ما يعمل يعني يظبط مشكله واحده ظبط مشكلتين. كويس. شال يحيى جبران اللعيب الارتكاز اللي بقاله فتره بيلعب، اعتقد خامس او سادس مباراه على التوالي بيلعب بالشكل ده، كان يحيى جبران ووليد الكارتي وايمن الحسوني كان هو اللي بيلعب في المكان ده. رجعه في مكان مش مكانه، وجاب واحد بقاله فتره برده مش موجود. اه طبعا عنده خبرات ولعيب كويس وكل حاجه، ولكن بقاله فتره ما بيأديش، مش هو اللي كان موجود فتره اللي فاتت. جاب ابراهيم النقاش لعبه، فبالتالي هو خسر مكانين مهمين. صح. جدا. وشال راس الحربر الاساسي اللي بقاله فتره بيلعب، حتى لو هو مش يعني حتى التقرير اللي جات لنا قبل المباراه بيقول ان هو مش علاقته مش احسن حاجه مع جماهير الوداد، ولكن مش دلوقتي، مش هو ده الوقت اللي تقدر تغير فيه. مظبوط. ان تقول ان العيب علاقته وكده كان المباراه من غير جمهور، فمحتاج مش محتاجه يعني حاجه. مظبوط. فدي برده حاجه من الحاجات اللي اثرت شويه على اداء فرقه الوداد. والضغط اللي كان موجود على ابراهيم النقاش، وان الكره كانت بتيجي قدامه كتير، يعني شوف ابراهيم النقاش ده من اكتر اللعيبه اللي عملت تاكلينج النهارده. لما العيب يديك مردود ان هو بيعمل تاكلينج كتير، اعرف ان هو مش قادر، وبالذات لما تكون بتعمل تاكلينج في اماكن مش ملهاش لازم انك تعمل فيها تاكلينج. كابتن ناصر اتكلم ان هو في كورتين كان ممكن ياخد فيهم انذار، وكان ممكن يطرد فيهم لو الحكم كان مركز معاهم فيهم قوي. ده دليل يقول لك ان هو الاماكن اللي بيقع فيها، الاماكن دي مش اماكن ما ينفعش تزحلق فيها. صح. او ما ينفعش، الاماكن دي اماكن جري واماكن قطع كوره فيها خطوات صغيره كتير، هو ما كانش قادر يعمل ده. ودي من الحاجات اللي ساعدت النادي الاهلي النهارده واللي نجحت شكل قفشه. خلينا برضو منطقيين، رقم 10 لما بيكون اللعيب اللي معاه ما بيقديش، عنده كم الجري بتاعه مش عالي، او لعيب مش معاه في كل كوره، بينجح دوره. ده ما يقللش من قفشه، لكن هو الفريق وصل المطار بالسلامه، اقول ان شاء الله يرجعوا بالطائره، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه ويرجع بسلامه الله ان شاء الله. فلما يكون عندك لعيب رقم 10، اللعيب اللي معاه ما بيقديش بالشكل الكافي، او ما عندوش كم الجري العالي، بالذات المكان ده بي عنده كم جري عالي جدا. ليه؟ لانه بينزل في الكور الطويله، بينزل قدام الاثنين المدافعين، وبيطلع ياخد الكره الثانيه. فلما شايفين صور اللعيبه ونزولهم من الاتوبيس، مصطفى شوبير يعني شايفين على الطبيعه نزول اللعيبه من الاتوبيس والتوجه الى المطار ان شاء الله، والطياره باذن الله يرجعوا بسلامه الله بعد تاديه المهمه بنجاح، ولقطات حيه وحصريه لشاشه النادي الاهلي مباشره من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. ان شاء الله يرجعوا سالمين ان شاء الله، يرجعوا بالف سلامه، في احترازات كويسه بعد المباراه باذن الله. الحاجات دي برده مهمه طبعا، الوقت المباراه يعني قصير طبعا، فتره المباراه القادمه، فان شاء الله يبقى كلهم وبرده الارتياح والسعاده يعني على وش الجميع الحمد لله بعد المكسب ده. طبعا انت لو عملت نتيجه ايجابيه كنت هتبقى مبسوط. صحيح. يعني صحيح. تعادل ايجابي ولا حاجه، لكن صحيح. انت النهارده عندك مكسب، ومكسب بهدفين، فرق هدفين، وما دخلش فيك في مرمك اهداف. وكمان ممكن يكون اريحيه اكتر، مش النتيجه بس. أيوة. الاداء اللي شافه بفرقه الوداد. مظبوط. فهو ده اللي ممكن يديك شويه، يطمنك شويه. مظبوط. ولكن احنا اتعودنا ان احنا ما نطمنش غير بعد النهايه تماما. صحيح. انك المباراه تخلص، وبعد الاطمئنان ده هترجع تاني لشد اعصاب تانيه. مظبوط. وهتدخل في تركيز تاني للفاينل ان شاء الله. الفاينل ان شاء الله. فنتمنى يعني ان اللعيبه ما يكونش في اصابات، ويكون في الاستشفاء يكون سريع، والفترة دي يبدأ يدخل لنا تاني، يرجع كهربا تاني يبقى موجود معانا، برضه هيبقى ورقة مهمة هتحتاجه ان شاء الله، هتحتاجه ان شاء الله في الفاينل. فاعتقد يعني الحمد لله يعني الدنيا عدت على كده يعني، وان شاء الله باذن الله الماتش التاني برضه يعني نكمل المسيرة، وهيبقى الفاينل في القاهرة ان شاء الله برضه في ارضنا. يا رب ان شاء الله. واحنا بقالنا كتير بنصعد فاينل وما بناخدش بطوله، فان شاء الله ربنا يعني النهارده تبقى الثالثه كده، يعني كان في بطولتين قبل كده، كان بطوله مع كارتيرون وكابتن يوسف، وبطوله قبلها مع كابتن حسام البدري. صحيح. وان شاء الله ناخد البطوله دي ان شاء الله يا رب. يعني مش حاجه سهله انك تبقى في اربع نسخ تطلع تلعب ثلاثه فاينل، يعني مش حاجه سهله يعني. مظبوط. وفي النسخ اللي في الفتره في 2005، ما بين 2005 او 2001 لغايه 2009 او 2008، عندك ثلاث او اربع بطولات،
فثلاث بطولات ف صحيح. فبرضه يعني حاجه كبيره برضه. صحيح. حاجه كبيره انك فرقه بتلعب فاينل ان شاء الله تلعب 13 فاينل، الفاينل ده يبقى فاينل ال 13. ف يعني اسم الاهلي برضه يعني بيجبر اي حد انه يحترمه بالارقام طبعا، باي حد، بكل اي حد موجود، اي مدير طبعًا. فني موجود، اي لعيبه موجوده، اي اي حد بيدير النادي الاهلي يبقى هو النادي الاهلي بغض النظر على الاسماء يعني. فنتمنى ان هم يرجعوا بالسلامه ان شاء الله و... باذن الله ان شاء الله باذن الله، ونادي مباراه العوده بشكل كويس يا رب باذن الله رب العالمين. كنت عايز اكلمك على ضربه الجزاء اللي ضيعها نادي الوداد. اوك اوك، اولا اوك مش من ضمن اللعيبه اللي بيشوط ضربه الجزاء، اللي بيشوط دايما يحيى جبران، ويمكن هو هداف الفريق في الدوري المحلي من ضربات الجزاء. هل كان ليه دخل المدير الفني في ان بديع انه يغير وبديع هو اللي يشوط، ولا هو ما اتدخلش اصلا وكان كان لازم عليه التدخل ان يحيى جبران ويلتزم ان يحيى جبران هو اللي يشوط ضربه الجزاء؟ لا، هي ممكن ليها شقين. الشق الاولاني ان يحيى جبران كان لسه عنده الخطا بتاع الهدف، ايوه، وكان عنده مشكله ممكن يكون نفسيا كان متاثر. فلما انت تكون بقى نفسيا متاثر وانت رقم واحد وتلاقي حد مسك الكوره، لو انت مش عايز قوي مش هتهتم قوي انك تاخد الكوره. مستر موسيماني اهو في طريقه للمطار ان شاء الله. بس لما لعيب تاني بياخد الكوره فانت يا اما نفسيا بتستريح يا اما بتبقى تقاطر انك تاخد الكوره وما عندكش عندك ثقه في نفسك وما فيهاش مشكله. النقطه الثانيه لما المدرب بيشوف كده، بيشوف اللقطه دي، لما بيشوف اللعيب اللي هو رقم واحد ما راحش للكوره، يا اما عنده حل من الاثنين، يا اما خلاص هو استسلم ان اللعيب ده حاسس ان هو مش هيقدر مش